بسم الله الرحمن الرحيم. من قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون بقدم نفسي الدكتور صفحة عبد الحليم علي، رئيس قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون. أنا النهاردة بداخل الاستوديو التلفزيوني لأول مرة نطلق قناة جديدة شانل تيوب. فكرتها من عميد الكلية وفكرتها أيضا وأيد الفكرة الدكتور أحمد هلال. قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون يقبل طلاب أوائل الطلاب في الكلية عندنا، طبعا من خلال بيمروا الاول الطلاب في سنه اعدادي وبيجوا لنا في سنه اولى، بس في سنه اعدادي بيدخل الطالب في هذا التخصص وبندرس له القسم عباره عن ايه، مسمى القسم عباره عن ايه، فبنقول له ان القسم اسمه الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون. بياخد في الفوتوغرافيا تكنولوجيا الفوتوغرافيا، بيتعلم كويس جدا جدا يعني ايه كاميرا تصوير فوتوغرافي بالنسبه للعدسات، بالنسبه للبادي بتاع الكاميرا، بالنسبه للنظام التقليدي زمان ايام كنا بنستخدم الفيلم، والتطور اللي حصل من خلال التكنولوجيا العصريه وثوره الاتصالات التكنولوجيه في المجال اللغه الرقميه. النهارده الكاميرات التصوير الفوتوغرافي تحولت الى لغه رقميه، بقى قبل كده كنا بنشتغل على نظام التقليدي وتحميض الافلام اللي كانت بتاخد مننا استهلاك وقت كبير جدا جدا. بعد ما بيتقن التصوير الفوتوغرافي ويتعلم التكنولوجيا الخاصه بيها، بننتقل بعد ذلك كيفيه توظيف الفوتوغرافيا او كم التصوير الفوتوغرافي في مجالات شتى عندنا، في مجال التصوير العلمي، في التصوير السياحي، في التصوير التعليمي، واكثر من مجال من خلال اساتذه متخصصين بداخل هذا القسم. بندرس بعد ذلك مرحله اخرى في مجال السينما، فبالترتيب كده بنقول قسم الفوتوغرافيا بننتقل الى السينما على اساس الفوتوغرافيا هي الاساس عندنا في الدراسه. بندرس في السينما برضو كاميرا التصوير السينمائي بالنسبه للعدسات، بالنسبه كبادي الكاميرا، بالنسبه للتطور اللي حصل في كاميرا السينما كويس بشكل كويس. اتقن هذا الموضوع بشكل جيد، ننتقل لجزئية خاصة تاني ازاي يوظف هذا التكنيك في عمل افلام بعد كده في المجال الفيلم التسجيلي، الفيلم التعليمي والفيلم الروائي، وازاي يضيف عليه الصوت وازاي يعمل مونتاج. دي مرحلة اتقن هذا الموضوع، ننتقل الى الجزء الاخر هو التلفزيون. والتلفزيون فكرته بتقوم على النظام الالكتروني ديجيتال الكترونيكس. النهاردة بنتكلم على الموحد بالنسبه للتصوير اصبح بقى رقمي كله، فالكاميرا التصوير الفوتوغرافي اصبح بتجمع بين الثلاث حاجات فوتوغرافيا وسينما وتلفزيون. بنتمنى لكل الطلاب في السنه الاعداديه ان يجيبوا المجموع اللي دخلهم هذا القسم ويقوموا بالدراسه، وبنقول للطلاب اهلا بيكم في قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون.